وبشأن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي سعادة السفير فاروق الراوي. سعادة السفير، مرحبا بكم. يعني هناك تقارير غربية تتحدث عن تراجع حظوظ العبادي في رئاسة الحكومة المقبلة، لكن السؤال هنا، هل فعلا العبادي هو خيار أمريكي على حساب النفوذ الإيراني؟ سعادة السفير، تحياتي لك ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك سيدي. أعتقد الآن الموضوع يعني أصبح هو ليس فقط المحور الأمريكي والمحور الإيراني، كتل هي موجودة تسمعني؟ أسمعك، تفضل سعادة السفير. كتل الحقيقة تصارعت، وفي حديث سابق قلنا أنه هذه الكتل صراحة ليس من أجل برنامج ولا من أجل عمل خلاف حول كيفية تحقيق مطالب الجماهير كتحقيق مصلحة البلد، ولكن الخلافات اللي تجري ما بين الكتل هي حول الحصول على مكاسب أكثر من طرف من الطرف الآخر. لذلك الآن العبادي في رأيي أنه بعد أن انسحب من سائرون أو طالبت كتلة السائرون باستقالته، هو أصبح الآن خارج اللعبة بشكل إلى اليوم هذا. إذا ما صارت تغييرات ومتغيرات غدا ما بين الانتقال الكتل من كتلة إلى أخرى، سيبقى العبادي وخارج اللعبة الآن. طيب سعادة السفير، أنت ذكرت وقلت أن هناك صراع كتل، لكن أغلب هذه الكتل سعادة السفير وأنت على دراية ربما أكثر مني مرتبطة بأجندات خارجية. هل سيؤثر عملية اختيار العبادي لولاية ثانية على طبيعة العلاقة، علاقة العراق مع الدول الإقليمية على أقل تقدير سعادة السفير؟ بالتأكيد من سيتولى رئاسة مجلس الوزراء سيلعب دور في تحديد العلاقات مع الشرق أو مع الغرب. إذا كان من العناصر التابعة إلى إيران أو إلى الخط الإيراني بشكل كامل وتابع إلى النفوذ الإيراني، فبالتأكيد ما راح نشوف أي تغيير. هو على استمرارية الجعفري والمالكي والعبادي، اللي هو ما غير حقيقة بجوهر العمل السياسي. هو دعا أنه راح يقود إصلاح، راح يقود ثورة ضد الفساد، ولكن 4 سنوات استمرت الأمور على ما هي عليه. الآن من يكون رئيس الوزراء؟ نعم، إذا كان رئيس الوزراء من ضمن نفس الكتلة اللي هي ضمن المحور الإيراني، فبالتأكيد إيران راح تكون الفاعل أكثر من ما راح تكون الكتل الأخرى. سعادة السفير، هناك من يتحدث يقول أن الوقت قد أزف على العبادي في تشكيل تحالفات جديدة، لكن تعتقد أن التظاهرات خاصة في محافظة البصرة وباقي طبعا مدن الفرات الأوسط، تعتقد أنها ساهمت بشكل فعال في إبعاد المالكي من تولي رئاسة وزراء بحلتها الجديدة، يعني مستنسق عن الأولى؟ قبل أن تكون مظاهرات البصرة كانت المقاطعة الكبيرة لجماهير الشعب العراقي بكاملة، فهذه هي الحقيقة هي الأساس. يعني الجماهير لم تخرج في البصرة من فراغ، وليس فقط نتيجة شحة المياه والكهرباء، وإنما هو عزوف كامل عن تأييد العملية السياسية أو تأييد القوة السياسية الحاكمة الآن. غياب ما يقارب 80% من حضور الانتخابات، هذا يعني أنه الأغلبية هي ضد توجهات السلطة الحاكمة في بغداد. طيب سعادة السفير، هل تعتقد أن ربما الأيام المقبلة حبلى بمرشح تسوية مقبول من الطرفين الأمريكي والإيراني؟ شوف، العراق الآن يحكم، يعني سواء أردنا أو أبينا، القوى الأمريكية لاعب أساسي، المرجعية تلعب دور، إيران تلعب دور، وهذه الصراعات الموجودة الآن لتحديد رئيس الوزراء. عندما يعلن ويشار ببيان من المرجعية أنه العناصر اللي كانت مستلمة مسؤولية يجب إبعادها عن يعني معناته هو حرمان المالكي والعبادي من المسؤولية، هذا يدفع بالبحث عن مرشح آخر.
من هو هذا المرشح؟ الأيام القادمة هي اللي راح تحدد من هو الذي سيتولى هذا المنصب. المرشح القادم سعادة السفير، يعني هل من الضروري أن يأخذ ضوء أخضر خاصة من دول الخليج، من السعودية تقريبا؟ لا أعتقد، أنا لا أعتقد أن دول الخليج لا زالت هي غير فاعلة في العملية السياسية العراقية، وبدليل أنه حتى الزيارات والتقارب اللي حصل ما بين المملكة العربية السعودية وحكومة العراق شفنا خلال فترة قصيرة تحولت لحدث معين، التوجهات كلها صارت بالاتجاه الآخر. سعادة السفير، هناك يعني ربما يعني هناك أحاديث ربما سيكون هناك تحالفا بين مقتدى الصدر وهادي العامري، هل نستبعد ذلك خاصة إذا يعني وأنت مطلع على الأمور، خاصة أن كما ذكرنا أن العبادي فرصه ضئيلة جدا أصبحت بعد التظاهرات في جنوب العراق؟ لا أستبعد ذلك، لأنه هم كلهم الحقيقة إذا قلنا هادي العامري أو المالكي أو مقتدى الصدر أو حيدر العبادي، هم جميعا ضمن الفلك الإيراني جميعا، ولكن كل واحد إلى دوره في مرحلة من المراحل. الآن التقارب اللي كان غير موجود، كان التقارب هادي العامري مع المالكي، الآن تحول من المالكي إلى مقتدى الصدر. مقتدى الصدر في أكثر من موقف، سبق عن أيام علاوي وأيام المطالبة بحجب الثقة عن المالكي، تخلى وتراجع عن قرار، فما يعني عدم الثبات وعدم الاستقرار في اتجاه معين هو اللي يخلي مقتدى الصدر يتوجه اليوم مع هادي العامري، بالأمس كان مع العباد، ولذلك اليومين القادمة ربما تكون حبلة بتوجهات أخرى وتحالفات أخرى. طيب سعادة السفير، يعني المحللون السياسيون المراقبون للوضع السياسي في العراق يعني أشروا بشكل واضح ابتعاد نور المالكي عن المنافسة، ما السبب من وجهة نظركم سعادة السفير؟ أنا باعتقادي أنه حزب الدعوة بالكامل لو تجمع ما حصل عليه حزب الدعوة كحزب دعوة بدون التحالفات ضمن دولة القانون أو ضمن دولة النصر، عددهم ما يتجاوز 20 نائب يعني، فلذلك هو خسر كثير من مقاعده وخسر كثير من جمهوره، فما أصبح المالكي قادر على أن يلزم القوة ويستطيع أن يأثر بالأصوات اللي يملكها. يعني هو الآن رقم سهل، ليس الرقم الصعب اللي كان عليه بال 2010 او حتى بال 2014. من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي فاروق الراوي، شكرا جزيلا لكم.